الطريق لكن لا يسيطر على الكرة. تألق كبير من المدافع يقطع الطريق ينهي الخطورة في هذه الكرة. كيفن ميراليس بيرسل الكرة، تصويبة لكن تجد الحارس في الطريق. العرضية في وسط المنطقة لم يبعدها بشكل مطلوب. بيلعب لكرة، مستحيلة هذه الكرة، أي تصدي مجنون لحارس المرمى. بيرفعها في وسط المنطقة. أوهو ميراليس، كرة في القائم مرة أخرى. دقيقتين يحتسبهم حكم المباراة كوقت مضاف. ضغط عالي، حكم يحتسب ركلة حرة.